صفة التيمم. يتيمم هليتا انديتنا عدد عدد. ينوي بقلبه. بلبويا السنة. يسمي يقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم لنا. يضرب بباطن الكفين ضربة واحدة على الأرض. سواء كانت من تراب أو رمل أو طين أو حصى أو صخر، لا يضرب على الخشب ولا على هذه الجدران التي عليها الطلاء. إذا كانت من طين يصح مثل البيوت القديمة. ولا على الأشجار ولا على الموكيت ولا على السيراميك. ضربة واحدة بباطن الكفين. ثم يمسح الوجه. ثم يمسح ظاهر الكفة اليمنى بباطن الكفة اليسرى. ثم يمسح ظاهر الكفة اليسرى بباطن الكفة اليمنى. نعيد مرة أخرى. ينوي بقلبه. يسمي. بسم الله. يضرب على الأرض ضربة واحد باطن الكفين. يمسح الوجه. ظاهر الكفة اليمنى. ثم ظاهر الكفة اليسرى. متى يتيمم؟ إذا لم يجد الماء أو كان يحصل عليه ضرر من استعمال الماء كبرد شديد أو مرض. لما